قوات الدفاع تتأهب، فهل تقرع طبول الحرب في أوروبا؟ أسبوعان صعبان بانتظار السويد في معركتها مع كورونا. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. بابكر أبو كاس، إس إيه موبلر، مطاعم ميدان الشام. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبرس، معكم علاء يعقوب. الوضع العسكري متوتر في أوروبا، التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية يلقي بظلاله على السويد ودول المنطقة. قوات الدفاع السويدية رفعت مستوى تأهبها في غوتلاند، ونشرت صباح اليوم دوريات أمنية في ميناء فيسبي ومطارها. مسؤولون عسكريون قالوا إن الاستعدادات ستصبح أكثر وضوحا في المرافق المدنية المهمة مثل الموانئ والمطارات، رغم أن قوات الدفاع تعتقد بأن الخطر منخفض من تعرض السويد لهجوم. وتشهد أوروبا وضعا متوترا بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، حيث تتهم الولايات المتحدة موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا. وأمس أبحرت 3 سفن إنزال روسية في بحر البلطيق بمسار يخالف حركتها المعتادة. وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي وصفت الوضع العسكري في أوروبا بأنه خطير جدا، عازية ذلك إلى تصرفات روسيا التي تتحدى النظام الأمني الأوروبي على حد تعبيرها. وكانت روسيا حشدت عددا كبيرا من الجنود على الحدود الأوكرانية، وقدمت مطالب للولايات المتحدة وحلف الناتو، منها عدم السماح لدول بينها السويد بالانضمام إلى الحلف. فيما قالت ليندي إن السويد هي التي تقرر سياستها الدفاعية والأمنية وليس روسيا. توتر آخر تعيشه السويد يمكن تسميته بتوتر أوميكرون. مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنل قال اليوم إن البلاد تشهد انتشارا لعدوى كورونا أسرع من أي وقت مضى، مع هيمنة المتحور الجديد أوميكرون. عدد الإصابات المؤكدة يوميا يفوق بكثير الموجات السابقة من العدوى. تيغنل أكد أهمية اللقاح في الحماية من دخول المستشفى والإصابة بأعراض خطيرة. هيئة الصحة العامة قدمت سيناريوهين جديدين لتطور العدوى في البلاد، وتوقعت أن تبلغ ذروتها نهاية يناير الحالي، ما يعني أن الأسبوعين المقبلين سيكونان صعبين جداً. أحد السيناريوهين يقدر عدد الإصابات الجديدة بحوالي 47 ألف إصابة يومياً خلال ذروة انتشار العدوى، في حين يتوقع السيناريو الأسوأ أن يصل عدد الإصابات إلى 69 ألف حالة يومياً. الهيئة ألغت أيضاً توصياتها بإجراء اختبار لكل العائدين إلى البلاد بعد الضغط الذي شهدته المحافظات على الاختبارات الأيام الماضية. العاصفة جيدا تصل إلى السويد قادمة من النرويج. هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرات في مناطق عدة من الشمال. مصلحة المرور حذرت من طرق زلقة جدا في جميع أنحاء يامتلاند، ونصحت السكان في هذه المناطق بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة اليوم وغدا. العاصفة تسببت بتعطل حركة الحافلات وإلغاء قطارات وإغلاق المدارس في بلديتين، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح في جبال لابلاند ومقاطعة يامتلاند إلى 24 مترا في الثانية. أمطار غزيرة غرب يامتلاند وشمال غرب هاريدالن تتراوح بين 40 و 100 مليمتر، وهو أمر يحدث مرة واحدة فقط كل حوالي 50 عاما في هذا الوقت من السنة. وفي النرويج تم إجلاء عشرات الأشخاص، فيما حذرت السلطات من فيضانات وانهيارات أرضية. مدير مشفى في السويد يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 270 ألف كرون. مدير مشفى كارلونيسكا الجامعي يون زويغا رفع راتبه بنسبة 12% العام الماضي، ولم يكن وحده من فعل ذلك. كثير من مديري الرعاية الصحية في ستوكهولم رفعوا رواتبهم بنسب كبيرة في وقت تشكو فيه الكوادر الطبية من تقاضي رواتب قليلة مقارنة بضغط العمل. ممرضات ستوكهولم التي يبلغن متوسط رواتبهن 37 ألف كرون تلقين زيادة قدرها 2.8% فقط العام الماضي، وتركت 20 ممرضة في العناية المركزة عملهن نتيجة الضغط الشديد في العمل. تقرير صحفي قارن بين راتب المدير وراتب رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون التي تتقاضى 180 ألف كرون في الشهر، وهو أقل بكثير من راتب المدير. في أخبارنا الأوروبية، قضت محكمة ألمانية اليوم بالسجن المؤبد على ضابط سابق في المخابرات السورية بعد إدانته بالمسؤولية عن قتل 58 شخصا
واغتصاب آخرين وتعذيب نحو 4000 معتقل في فرع تابع لأمن الدولة. وقال المدعون إن 4000 من نشطاء المعارضة على الأقل تعرضوا للتعذيب في الفرع بين العامين 2011 و2012. الادعاء العام والاتحادي بألمانيا وصف المحاكمة بأنها تاريخية لأنها الأولى من نوعها في العالم. المحاكمة التي بدأت في إبريل 2020 أثارت انتباه العالم، وحضر جلساتها أكثر من 80 شاهداً وعدد من ضحايا التعذيب بصفتهم مشاركين في الادعاء ضد المتهم. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الكومبس بنتسي. إلى اللقاء. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. بابكر أبو كاس، إس إيه موبلر، مطاعم ميدان الشام.